بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، انتشر تقرير لصحفي صهيوني مراسل لقناة إسرائيلية وهو في مكة، داش مكة، دخل مكة، ويقال أنه تسلسل وتسلل. هل هو فعلا تسلل ولا مدخلينه ولا عندهم خبر السلطات؟ احنا ما نعرف، لكن الكلام اللي طلع أنه تسلل ودخل. تسلل ولا ما تسلل؟ انت جاوب عزيزي المشاهد، تسلل ولا دخلوه؟ عموما مش هذا موضوعنا. موضوعنا ان هذا دخل وهو غير مسلم، ومعروف ان شرعا حرام، لا يجوز دخول غير المسلمين الى الحرم المكي. وهو دخل، ودخل في الغويط بعد، وصور تقرير ونشر هذا التقرير في هذا التلفزيون الإسرائيلي. إخواني الكرام، طبعا الصهاينة تاريخهم معروف بالاستفزاز، ناس يحبون الاستفزاز، ويا ما استفزوا المسلمين لما كانوا في المدينة المنورة مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. من كثر ما استفزوا المسلمين أجلاهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وطردهم من المدينة المنورة، لأنهم خانوا العهد وخانوا المواثيق وخانوا العقود. ركزوا على كلامي، هذا شيء في دمهم، هذا يمشي في دمهم. إخواني الكرام، الاستفزاز والخيانة والغدر ونقض العهود والعقود والمواثيق، هذا في دمهم، والله ما راح يتغيرون، لأن الله سبحانه وتعالى قال الكلام هذا، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال الكلام هذا. فلتي أنت حضرتك يطلعون بعض المطاقيع من بعض اللي يقولك والله علماء ومشايخ، ومعظمهم أصلا استخبارات ومخابرات وبيبي بوكسرز، معظمهم هذول كلهم للأسف قاعدين يدفعون، وتقولك والله تسامح سيم. لا يا حبيبي، شوفوا الحركة هذه بكل سهولة. يقول لك والله احنا نعتذر، هذه القناة يقول لك طلعوا تغريدة، يقول لك نعتذر إذا هذا الموضوع سبب غضب، وما أدري ايش قالوا أيضا، ولكن أبقوا على هذا التقرير كنوع من الاستفزاز للمسلمين والتحدي لكم، وأن احنا جايين وراح ندخل هالأماكن غصبا عن خشومكم يا مسلمين. نعم إخواني الكرام، كذلك يعني انتشر أيضا صورة لهذا الحاخام. هذا حاخام مقيم، يقول لكم موجود في السعودية على طول. انتشرت له صورة وتحركاته، قاعد كل يوم يروح يزور مكان ويسلم على الناس ويقابل الناس، وصوروا له صورة وهو أمام البقيع، مقبرة البقيع. يعني هذا انتهك حرمة الحرم المكي، وهذا انتهك حرمة الحرم المدني، ودخل حرم المدينة المنورة. طبعا مكتوب انت لما تدخل ممنوع دخول غير المسلمين، في لوحة ممنوع دخول غير المسلمين، عفوا ممنوع دخول غير المسلمين، نعم ممنوع دخول غير المسلمين، انت مش مسلم ممنوع تدخل، ولكن هذول داخلين. مين اللي دخلهم؟ طيب اوكي، انا بسألكم السؤال، هذا الـ يعني واحد يجاوب هذا المراسل، نقول والله فعلا مراسل لبسه بنطلون قميص، وهذا شكله ممكن، يلا مشيها، ممكن انه والله تسلل، نقول ان هذا دخل، وممكن شكله يبين انه مسلم، والاسلام والمسلمين بريئين منه. لكن هذا الحاخام شكله، لحيته، الكاب، الهات ولا الجراب ولا الطاقية اللي لابسها، يبين انه حاخام. شلون دخل؟ تسلسل ولا تسلل؟ ولا الحكم ما كان شايف، ما رفع له راية التسلل؟ ها الحكم كان يعني مشغول في الموبايل، واحنا الحين مدمنين على الموبايلات، قاعد الحكم يطالع الموبايل، فهذا تسلل. احنا قلنا ذاك شكله والله يبين عليه، ممكن مشيها يعني، نقول والله. لكن هذا شلون دخل الحاخام المدينة المنورة؟ طيب والصحفي ولا ذاك الناشط الاجتماعي اللي صور وهو لابس اعتقد مثل الغترة والعقال، طبعا لبسه كان مبهدل ويعرف يبين انه هو مش انسان خليجي، دخل وصور داخل المسجد النبوي
طيب يعني ما في حد من الحكومة السعودية اعترض؟ ما في حد طلع وقال والله انتم يا صهاينة شلون تدخلون؟ طب الآن ما في حد اعترض؟ ما حد قال؟ احنا بنعرف ليش؟ ليش؟ لأن الحرم المكي والحرم المدني هذول ملك المسلمين، مش ملك السعودية ولا ملك الحكومة السعودية، هالأماكن ملك المسلمين كلهم. فأنا من حقي كمسلم أسأل هذول شلون دخلوا؟ هل الآن أنا هذا السؤال اللي جاي، شوف عشان أنا أتكلم بكل احترام، هذا السؤال القائمين على شؤون الحج وشؤون المسجد النبوي، يعني بسألكم هذا السؤال، هل أنتوا الآن في طلع قرار بعمل لجنة أو عمل لجنة تحقيق يحققون في الموضوع؟ أنا أطالبكم كمسلم، أنا أطالبكم كمسلم، رقم واحد سووا لجنة تحقيق. هذا الصهيوني شلون دخل مكة؟ شلون دخل الحرم المكي؟ شلون قاعد يدخل يصور الأماكن المقدسة؟ شلون؟ هذا سؤال أنا من حقي كمسلم أسألكم إياه. كذلك أسأل هذا الحاخامش دخل الحرم المدني؟ شلون دخل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أطالب بعمل لجنة تحقيق وشفافية، ولا أنتم ما يهمكم المسلمين؟ وطز في المسلمين يا حبيبي، طز فيكم عنكم انتم رضيتوا ولا ما رضيتوا. طبعا انا لا اريد ان اطيل في هذه الحلقه، كل اللي تشوفونه اعزائي المشاهدين هذا مصداقا لكلام بايدن، يقول لكم انا رايح المنطقه بهدف تعميق، ها ديبن، قال ديبن، تعميق الاندماج الصهيوني في المنطقه، هو قال. وهذا من الاندماج اللي تشوفونه الان، كله من الاندماج، خلط بلط. وأنا أقول لكم هذه سياسة الصدمة التدريجية، وأنا قلتها لكم قبل، أرجوكم يعني تابعوا حلقاتي لأجل أن الرسائل القديمة توصلكم الآن. أنا لما أضرب واحد بوكس الآن، شوفوا شوفوا يدي الآن شوية قاعد أزيد وأقوى أقوى أقوى، الضربة الأخيرة ما راح تألمك لأن أنا ضربتك بالتدريج، لكن لو جيتك وضربتك ضربة قاضية مرة واحدة قد تتألم يا ابن الكلب وهاي وتقوم، لكن لو ضربتك شوي وسكت ها ها وازيد 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 عادي، سكت عني مرة ومرتين وثلاثة. فالآن دخل الحاخام، بكرة بتشوفون وفد صهيوني، والله اقطعوا هذا المقطع وحسبوني عليه، إذا ظلينا ساكتين والله قسم من أخوكم، قسم من أخوكم والله إن قريب راح تشوفون وفد من الصهاينة يروحون المدينة المنورة. ليش؟ بهدف زيارة آثار أجدادنا، إحنا نبي نشوف آثار أجدادنا في المدينة المنورة، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النظير. جدي اشتقت لك يا جدي، انا جيت الان لارى ريحة جدي، اثار اجدادنا، تورة تورة. ما كون عبد العزيز الانصاري، وعبد العزيز الانصاري لا يكذب، وسبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين معظم الاشياء اللي قلتها لكم تحققت، وهذا الموضوع راح يتحقق اذا سكتنا عن المراسل وسكتنا عن الحاق. تورة تورة يا حبيبي، واصبروا راح تشوفون وفد صهيوني جاي من باب الاندماج. قالها حسبي الله ونعم الوكيل، قالها بايدن احنا جايين لاجل تعميق الاندماج في المنطقة، قريب راح تشوفون وفد سياحي رايحين خيبر، اشتقنا لحصون خيبر، انا جاي اشوف اجدادي ابي اتنفس الاكسجين اللي تنفسوه أجدادي في خيبر. تدريجيا تدريجيا راح يطالبون بحصن خيبر، يطالبون بخيبر كلها، راح يطالبون بأثارهم وأماكنهم في المدينة المنورة، راح يطالبون. ومن الآن من الآن في أصوات تطلب، يقول لكم طالبين فوق 100 مليار دولار تعويضات. من مين؟ من حكومة المملكة، طالبين تعويضات فوق 100 مليار دولار عن ايش؟ اراضيهم واماكنهم، وانه والله انظلمنا، انظلمتوا ها؟ وبتقولون عبد العزيز قال.
تتذكروني، ولكن لا تفكرون أن أقول هالكلام وأبي هالشيء يصير عشان أقول لكم ها 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 شوفوا أنا قلت. لا والله، لا والله لا أتمنى، لكن هذه المخططات، هذه المخططات الموجودة، وأتحداهم لو بيدي أنا، لو بيدي أني أنا أمسك مجموعة من هالمرتزقة هذول، والله لا خليهم يعترفون لكم بالمخططات اللي قاعد أقولها لكم الآن. والله إخواني الكرام، هذه كلها مخططات مكتوبة ومدروسة وما حد ينكرها، أتحداهم أن ينكرونها، أتحدى الصهاينة أن ينكرونها، ولو يسمحوا لي المشايخ يعطوني فتوى مستعد أن أسوي مناظرة معهم. أتحداهم أن ينكرون أن الكلام اللي يقوله عبد العزيز غلط. حسبي الله نعم. وللأسف بتعاون من الحزب الكهيني العربي، العربي المسلم، هم اللي قاعدين يسهلون لهم، اللي يسهلون لهم كل هالمخططات وتنفيذ كل هالمخططات. ولكن أنا أقول لكم حامض على بوسكم، حامض على بوسكم، أنتوا راح تمكرون، ولكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. انشروا الحلقة أخواني الكرام، انشروا الحلقة هذه، لأجل أن كلكم تعرفون هذه المخططات النجسة المدروسة والمكتوبة من سنين طويلة بأيدي الصهاينة، وبتنفيذ وسماح وتعاون من مين؟ من الخونة، خونة العرب اللي عندنا، اللي لولا خيانتهم ما كانت قامت هذه الدولة من 48. حسبي الله ونعم الوكيل، والله أنا ماسك نفسي، لكن حسبي الله ونعم الوكيل.